تضيء المشرق والمغرب، ورأت آمنة أم رسول الله في حملها أن نورا يخرج من بطنها فيضيء الكون كله. وكذلك إخوة الإيمان، من البشارات بمولد رسول الله ظهور نجم الفرقد في السماء، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أخي إبراهيم ونبوءتي داود وبشرى أخي عيسى. فلقد صدق القرآن الكريم مصدقا عن قول عيسى عليه السلام لقومه، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صلى الله وسلم وبارك عليك أيها الشفيع، يا من يدافع عنك رب العالمين بقوله: إنا كفيناك المستهزئين. وإذا ما أساء أحد من أعداء الإسلام فلله در القائل له: يا من أسأت رسوما في مشفعنا، يا من أسأت رسوما في مشفعنا، شلت على مدى الدهر والتاريخ كفاك. كيف اجترأت على خير الورى سفا، قد نلت خسرانا كذابا وأفاكا. إن رسول الله لنور الكون أجمعي، ولكنك عميت عن الأنظار عيناك. اللهم ارزقنا حب رسول الله، وارزقنا شفاعة رسول الله، وارزقنا سقيا من يد رسول الله، وارزقنا رفقة رسول الله في الجنة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. عودا كريم إخوة الإيمان إلى ساحة القرآن الكريم، ومع القارئ العظيم صاحب الخلق الكريم والأداء السليم والصوت الرخيم، والذي عرف بأدبه وخلقه وكمال نفسه وطيب أخلاقه، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد السيد حميدة، علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، الصوت الندي والأداء الشجي والقارئ الوفي والقلب التقي، يتلو علينا من آيات المولى العلي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم طبتم
أنتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تنزيل الكتاب من الله العظيم
غافر الذنب وقاتل التوب. شديد العقاب شديد العقاب يطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
الحكيم. وقهم السيئات وقهم السيئات وقهم السيئات وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين قالوا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن
فالحكم لله فالحكم لله فالحكم فالحكم لله العلي الكبير ذلك بأنه فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رفيع
ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. في ليلة مولد نبينا الطاهر وليلة كريمة ليلة جمعة نورها ظاهر وفي ليلة تكريم رجل طاهر استمعنا لما تيسر من سورة غافر تلاها علينا قارئنا الماهر صاحب الأداء الباهر فضيلة الشيخ محمد أحمد السيد حميدة من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي ومتميزا بأدبه وخلقه وكرمه. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم والدنا السيد العمدة الحاج عبد الفتاح عبد الله وباسم نجله الحاج عبد العزيز عبد الفتاح عبد الله وايضا باسم الحاج حافظ عزب عبد الله وباسم الاستاذ وليد علي عزب عبد الله نجل الراحل الكريم باسم الاستاذ محمد مصطفى لطفي عبد الله والاستاذ احمد حافظ عبد الله والشكر لكم جميعا ايضا باسم علي بيك ماهر واخوته السيد اللواء علاء وعمر بيك وشاكر بيك ومحمد بيك سليمان. نشكر لصاحب الفراشة الكبرى والانارة حد احمد عطية ابو غنيمة بقرية ابو نجاح كما نشكر ايضا لصاحب الهندسة الاذاعية الحاج محمد الخولي واولاده بالعواجدة الشرقية كما اشكر ايضا لكم جميعا ولصاحب البوفيه مقدم الضيافة وعميد البوفيهات في الجمهورية
محمد ابو المجد والسيد وديه. اشكر للسيد النائب مصطفى بيك لطفي، واشكر ايضا للسيد النائب احمد البنا، استاذ احمد علوان، استاذ سيد موسى، كذلك الحاج احمد درويش، السيد النائب الدكتور محمد صلاح عبد البديع عميد كلية حقوق الزقازيق، استاذ الدكتور سامي صقر، الحاج محمد الاصيل، حاج عبد الحليم السقا، حاج فكر الطوخي، الحاج فيصل الغتوري، كذلك اشكر الحاج عبد الحكم الشرقاوي، عبد المجيد بيك الاشكر، كذلك الاستاذ وليد محمد كمال، والسيد العمدة مسعد صبيح، المرسل لأمة الإيمان، وبشفاعتك ينالون الفسيح من الجنان، صلى الله وسلم وبارك عليك يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين، ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. أيها السادة، في ذكرى مولد رسول الله، في ذكرى مولد المصطفى، في ذكرى مولد الشفيع، في ذكرى مولد الرؤوف الرحيم، في ذكرى مولد احمد محمد طه ياسين المزمل والمدسر صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة كريمة هي ليلة الجمعة من اعز واعظم الليالي في ايام الله عز وجل، في هذه الذكرى العطرة نجتمع اليوم لنكرم اعلاما كراما. رحل عن دنيانا الولي التقي الطيب الخلوق الخدوم الكريم صاحب بياض القلب وطيب السريرة، رحم الله الوالد الكريم الحاج علي عزب عبد الله رحمه الله، مشاركة للأسرة الكريمة ممثلة في السيد العمدة الحاج عبد الفتاح عزب عبد الله عمدة التلين، ونجده الكريم الحاج عبد العزيز عبد الفتاح عزب عبد الله، ومشاركة للحاج حافظ عبد الله، ومشاركة الأستاذ الكريم النائب محمد مصطفى لطفي عبد الله، ومشاركة أيضا الأستاذ وليد علي عزب عبد الله نجل الراحل الكريم، والأستاذ أحمد حافظ عبد الله، نعيشه ليلة قرآنية يشاركنا فيها أصحاب الواجب علي بيك ماهر وإخوته لواء علاء والكابتن عمرو والكابتن شاكر ومحمد بيك سليمان،